يعلنها على الهواء ويعلنها صراحة أمام العامة الآن بلا دين، تقول له إيه؟ اقول له اخرج نفسه واغنانا من عناء هذا. هو اللي اختار، تمام. هو اللي اختار. لكن انا عاوز اقول لك التجسد اللي بتقول الروح بتتجسد، قلت لك الروح هنا هو جبريل عليه السلام، والملائكه تتجسد وتتشكل في اشكال. وسيدنا جبريل عليه السلام لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكيه في مده 23 سنه مده الرساله الا مرتين او ثلاث، لكن غير كده كان بيجي له في صوره سيدنا دحيه بن خليفه الكلبي، ده صحابي كان صحابي جميل، وحين ياتي في صوره رجل لا يعرفه احد من الموجودين لكن النبي يعرفه، كما في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. في اخر حديث خالص النبي صلى الله عليه وسلم سال عمر: يا عمر اتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. طيب يا فضيله الشيخ انت يعني التجسد عاوز اصله انت حطينا في نقطه ثانيه. انت قدام واحد دلوقتي بيقول لك انا بلا دين، انا بلا دين، يعني هو لا يعترف بما تقول، ماشي رد عليه بقى يا فندم. انت بلا دين مالك ومال القران وبتستدل بالقران ليه؟ بس تستدل بالقران ليه؟ انا استدل باي كتاب. تستدل باي كلام؟ استدل باي كتاب. اي كتاب؟ اي كتاب طبعا. باي كتاب ازاي؟ اولا القران، انت مؤمن بالقران؟ اه. هلا ازاي ما انت مالكش دين؟ يعني القران يعني انت قلت دلوقتي ده كلام من دلوقتي بالانجيل والتوراه وما تقولش بالقران؟ وبقول بالقران ثم بالقران. طب ربنا قال على القران: ومهيمنا عليهم، مهيمن على الكتب اللي قبل. طيب كده